يعني عيان جاله رشح، درجة حرارة 38، كحة، دعب في العضلات، وبنقول بيجي المستشفى أو يجي العيادة، بنقول له إن ده موضوع بسيط أوي، ده فيروس عادي، فهتريح في البيت لمدة 3 أيام وتاخد علاج عادي. يعني إيه علاج عادي؟ يعني ياخد حاجة اسمها باراسيتامول ومضاد حيوي، وممنوع أخذ الأسبرين. يعني بقول للناس مهم قوي الحكايه دي، بالاخص الاطفال الصغيرين، لما واحد يكون عنده انفلونزا ما ياخدش اسبرين انفلونزا سواء كانت عموما. H1N1 او اي عموما. انفلونزا ما ياخدش اسبرين. فبنقول له ناخد اي حاجه من الباراسيتامول، دي الماده اسمها باراسيتامول، والدكتور بيشوف اذا كان محتاج مضاد حيوي يديهوله، وياخد سوائل كتيره، وينام لمده 2 3 أيام في البيت، مع ملاحظه الاتي: لازم نفهم العيان، لان للاسف يعني العيانين بيبقوا محتارين، نقول له ان في خلال 3 أيام ان شاء الله الامور هتتحسن، لو اتحسنت ما تقلقش، انما لو حصل حاجه من اللي هقولها دلوقتي، يبقى الحاله بدل حاله بسيطه انتقلت الى حاله شديده. ايه اللي هي؟ الحراره تقعد اكثر من 38 اكثر من 3 ايام، الكحه ما تتحسنش، وجع العظام العضلات ما يتحسنش، الجهاز التنفسي يبقى عنده نهجان، الاطفال الصغيرين تلاقي الطفل مش عارف يرضع، يبقى دي علامات يحصل له زرقان او يحصل هبوط في الضغط. نفهم المريض او والد الطفل او طفلة، لو حصلت هذه الاعراض يبقى نجيبه مرة تانية المستشفى علشان نكشف عليه ونشوف الحالة تطورت ولا لا. ويفضل ان هو يبقى في غرفة لوحده، وزيارات، عشان عندنا المصريين بيحبوا الزيارات قوي، نقلل الزيارات شويه لهذا المريض. ليه؟ علشان هو لو عنده انفلونزا الخنازير ما يعديش غيره، فيبقى هو قاعد في غرفه لمده 3 أيام وياخد العلاج البسيط وهيتحسن ان شاء الله. دي الحاله البسيطه. الحاله البسيطه اللي معاها عوامل تعرض للخطر، يعني ايه المقصود بالكلام ده؟ يعني الاعراض اللي قلنا عليها، زائد المريض يكون عنده أمراض مزمنة. أمراض مزمنة زي إيه؟ زي مرض البولي السكري، زي مرض الكلى المزمن، مرض الكبد المزمن، أو مرض الفشل الكلوي، أو مرض الفشل الكبدي، أو يكون عنده نقص المناعة، أو يكون عنده أمراض في الدم. دولت لازم نبتدي معاهم التاميفلو، مش المجموعة الأولانية. ليه؟ لأن مقاومتهم قليلة. يعني ده حتى الإنفلونزا الموسمية العادية يا دكتور ياخد معاها تاميفلو؟ لو معاه الاعراض، لو معاه الاعراض دي. ليه بقى؟ لان انفلونزا الخنازير لو كانت موجوده مع هذه الحالات بتسبب وفاه سريعه. يعني حتى يعني ما فيش ضرر من التامي فلو لا. لو كانت انفلونزا موسميه. لا، التامي فلو ملوش اي مشاكل خالص. الحالات الشديده. الحاله الشديده بقى، الحراره ما تنزلش، الرعشه على طول، الجهاز التنفسي تعبان، يعني ايه؟ نهجان على طول، زرقان، العيان يجي له اغماءات، يحصل له جفاف، يجي له تشنجات. دي من اول يوم يا دكتور؟ ممكن من اول يوم، او لو بعد 3 أيام وحصلت مشكله، ده يتحجز في المستشفى اللي هي من البدايه. يعني لو جينا بالمنظر ده نحجزه، او لو حاله بسيطه وراح البيت وما تحسنش بعد 3 أيام وتحول شديد نحجزه. دكتور، عايزين نفهم من حضرتك الاسبرين ليه مضر؟ يعني احنا كنا زمان عادي، الناس متعوده دايما تاخد اسبرين حتى في الانفلونزا الموسميه. الجديد اللي احنا بقينا نسمعه السنه دي ان الاسبرين مضر، وناس كتير مش مقتنعه، تقول لك الاسبرين ما فيهوش حاجه، يعني اخده ايه المشكله؟ المشكله ان الفيروس ده فيروسات عموما، يعني لقوا ان الاسبرين بيأثر على كرات دم الحمراء وبيعمل منها تكسير. في عالم اكتشف هذا الموضوع اسمه راي، فسموه راي سندروم. يعني الفيروس ده اللي بياخد معاه اسبرين ممكن يحصل له تكسير في حاجات في دمه، فيجب عدم اخذ الاسبرين لاي فيروس انفلونزا، مش انفلونزا خنازير بس، بالاخص الاطفال. يعني ممكن الكبار يبقى النسبه قليله، انما الاطفال بنشوف حالات كتيره قوي يحصل لهم هذا التكسير في الدم. فاللي عنده انفلونزا ممنوع، بالاخص الاطفال ممنوع اخذ الاسبرين، ياخد المادة اللي اسمها الباراسيتامول بأي اسم، إنما أسبرين لا. ولا في مواد تانية اللي هو بيسموها يعني شبيهة الأسبرين، اللي هي زي كتافلام، اسمها شبيهة الأسبرين، برضه ما ياخدهاش، بالأخص الأطفال.
لان فعلا ممكن تحصل وفيات بسبب هذا الموضوع. فبينبه ضروري عدم اخذ الاسبرين في وجود الفيروس بالنسبه للاطفال. دكتور، عايزين نتكلم اكتر عن مرض انفلونزا الخنازير. عايزين حضرتك تطمن الناس، هم ناس كتير جدا قلقانه منه، كمان عايزين نعرف هل هو ليه اهميه فعليه من يقي الناس من مرض انفلونزا الخنازير؟ ببساطة الأول أتكلم عن موضوع المصل عموما. المصل ده إحنا بنجيب الفيروس وبنعمل حاجة من الاتنين، يا الفيروس ده بنقتله وبعدين بنزرعه علشان يجيب لنا أجسام مضادة في جسمنا، أو بنضعف الفيروس. الفيروس المصل الموجود في مصر ده فيروس مقتول. فكرته إيه؟ إن إحنا بندي المصل ده للإنسان يجيب أجسام مضادة، لو جاله هذا الفيروس يموته على طول من غير ما ياخد علاج. المصل ده عبارة عن ايه؟ بيتعمل ازاي؟ على ايه؟ هو في نقطة الناس كانت مرعوبة منها، ان يقول لك هيحصل وفيات وكلام ده، ما حصلش لسبب واحد. الحمد لله كل الحجاج اتطعموا وما حصلش حاجة. وبره اعداد ملايين اتطعمت وما حصلش حاجة. هي المشكلة بأمانة كانت سنة 76، كان في امريكا جه وباء انفلونزا الخنازير، وكان الفيروس لما زرعوه على البيض بتاع الدجاج كان معاه ميكروب تاني اسمه هيليكوباكتر او كامبيلوباكتر. ده كان عمل حاله شلل رباعي، وساعتها في سنه 76 ما كانش هذا الاكتشاف موجود، انما الحمد لله هذا الاكتشاف ده موجود، وبدانا يعني نعمل الفيروس بس من غير ما يكون معاه اي شوائب ولا اي حاجه، وهذا المصل ما بيعملش اي حاجه خالص، وفعلا بيقلل الحالات. احنا كل الفكره ان احنا عاوزين نقلل حالات انفلونزا الخنازير. فبطمن الناس ان هو المصل ما فيهوش حاجه وما حصلش منه اي حاجه، ولكن اي مصل له اعراض جانبيه، اللي هي ايه؟ بيبقى في مكان الحقن ممكن يحصل احمرار بسيط، ممكن يحصل وجع في الجسم بسيط، ممكن يحصل نوع من الانفلونزا زي انفلونزا لمده يوم او يومين، انما غير كده لغايه هذه اللحظه ما شفناش اي مشاكل خالص. فبنطمن الناس، بالاخص الناس اللي عندهم معرضين للخطر. يعني ايه؟ مريض البول السكري لازم ياخد هذا المصل، المريض اللي عنده فشل كبدي لازم ياخد هذا المصل، المريض اللي عنده فشل كلوي لازم ياخد هذا المصل، المريض اللي بيتعالج من امراض في الدم لازم ياخد هذا المصل، المريض اللي عنده مشكله في القلب لازم ياخد هذا المصل. لان معظم حالات الوفيات اللي حصلت في مصر حوالي 75-80% كانت عندهم امراض اخرى. فلو كان المصل متاخد بمشيئه الله هذا المصل يمنع ويقي الانسان من هذا المرض. طب يا دكتور، بالنسبه للطلاب اللي في المدارس اللي كتير قوي منهم ما طعموش بمصل انفلونزا الخنازير، عايزين يعني هل هيبقى ده في ضرر عليهم او خوف، ولا هو المصل يعني تقليله او نسبه تقليله بسيطه؟ مش لا، هو طبعا المصل له نسبه وقائيه عاليه جدا، بدليل ان الحجاج الحمد لله تقريبا ما شفناش حالات. الطلبه طبعا هو يفضل ان هم ياخدوا المصل، ولكن الحمد لله الحمد لله من الاسبوع الماضي الحالات بانفلونزا الخنازير بدا الكيرف ينحدر، المنحنى بيقل، فدي علامه كويسه. ولكن المهم جدا لازم الوعي. يعني ايه الوعي؟ يعني لازم التعليمات البسيطه تبقى عند الطلبه وعند البيوت، اللي هي غسل الايدي بانتظام، استعمال المناديل الورقيه ورميها في الاماكن المخصصه لها، البعد يعني عن اللي عنده انفلونزا، اللي يكون واحد عنده انفلونزا لازم يقعد في البيت ويبعد عن الناس، ويبقى فيه تهويه كويسه، واحسن تهويه هي فتح الشباك. يعني المريض اللي عنده انفلونزا احسن تهويه ان احنا نسيب الشباك مفتوح، يعني ونقلل شويه من الزيارات الكثيره اللي عندنا هنا في مصر. لما يكون واحد مريض الناس بتتكالب عليه، لا يا ريت نقلل الزيارات للمريض الانفلونزا عموما وليس انفلونزا الخنازير. دكتور علاء الدين شمس الدين، استشاري الباطنه ورئيس الهيئه الطبيه والمسؤول عن انفلونزا الخنازير بمستشفى بولاق الدكتور العام، بنشكر حضرتك يا فندم معانا في مواسم وامراض. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا وحلقات تانية كتير ومواسم وامراض.